هبط غنية اسمها سبعة الطف. الغنية هذيك كلاشيت فيها ثلاثة عباد. مازلت جديدة يا الطف. هذا راهو كلاشي عنده 30 سنة. خي أنا مش أول مرة راهو نكلاشي خي، من أول تراك بديت نهبط فيه قاعدة. أما هذه جلد كلاشي مش نكلاشي. دي شنو باش تسميها؟ استناني استناني. ديكاس تي ماهو كلاشي. اسمعني اسمعني. ملي بديت نعمل فيه موزيكا ونهبط فيه كليبات راهو اي تراك باش نهبطو راهو فيه معناها لغه لذيك وذيك يعني مش ترخى الناس اي حاجه اي تعشق شيخه ومهبه اكثر من زهي من غادي فلوسي تعبت عليهم من اسم شوغر دادي. الكلاش هذا لشكون؟ هذاك كلاش مش مش من الدومين نكره الوحده نكره. اما في حياتك ماهيش نكره اش عملت لك شنو اللي ما تنجمش تعمل ما تخلقتنيش صار موضوع هكا في الدنيا يا اخي شنو الموضوع اللي صار موضوع في الدنيا معناها كنا اصحاب وكل بعد صار موضوع تلكشنا وانا عندي موضوع في راسي يا اخي حتيت وكا وديك هي الحكي رشيد حسين الدوسة اي عليه خاطر كيكا طلع في انترفيو ما عجبنيش عجبنيش كلامه كا الراب مش راقي واللي يعملوا فيه مش راقيين و قعد الموضوع في راسي وقت اللي جبت نكتب في سبعة لطاف حط فيه. اما كلاشيتو بقسوة. نورمال. كي الراب. نورمال. معناتها بقية الكلام ما كملتهمش خاطر كسح شوية. شنو يقولوا لك معناتها يكلموك رابورات الدنيا حكايات يعطيوك رأيهم في كي تهبط أغاني؟ إي بالطبيعة. اي الكلاش هذا اش قالوا لك عليه؟ مش على الكلاش هذا كها وكل ما نهبط موزيكا نتقابل انا والولاد مثلا كلاي بلينغوس في استوديو يعجبهم الموزيكا نتاعي وصحيت وهذه باهيه وهذه خير وهذا خير من اللي قبلها و... باهي في نفس الغنيه باش نكمل من بعد نعطي لجماعه كلاشيت موكا ويظل يهبط ستوري وريت انك في المرسى حومته علاش؟ والله يعني قلت لك كان لقيت موضوع يعني سمعت موضوع انا يعني وعدي في راسي يا اخي مشيت فيه كيف كيف هكيكا وعلاش مشيت للمرسى خاطر عمل ستوري واه انا مش نورمال يجيني للمرسى ماك تحكي بروحك يجيني للمرسى هاني مشيت كلاشيتك في المرسى وينك يا خويا كهو هذيك هي وفيت الحكايه لعبه لعبه صغيره تخافش طفل انت نورمال خوف كان من ربي هما في تقاليد الفن نتاعهم موجود الكلاش من اول الدنيا سي تان لونجاج مش معناتها اجا باش نفتخك من بعدك نفسد لك وجهك سي تان لونجاج معناتها يعني